بيجي صلاح الدين. هذا اللي ينقي خط للصلاح الدين وبيجي ونقل الموصل إذا عدنا فوائد وباتجاه كركوك. هذا الخط تم بناء من قبل محافظ صلاح الدين واتفقوا مع الشركة وتلأكت الشركة ودفعوا لمال وصرفوا 8 مليارات ويطلبون بعد 8 لإكمالة. أنا كملتها ب 750 مليون دينار. وبالمناسبة بشارة باشر الخط يدخل عمل إن شاء الله. أنا دحكي عن محطة مو عن شباك مال البيت. لا مو أنت هنا. أنا مرات ألقفها لما أنت في وقتك تتحدث عن قضية أنه أنت أضفت 25% من مجموع الإنتاج التوتال الكلي وتقول لي بأرقام لا تكاد أن تذكر. لا لا. من أصل 21 ده أتكلم عن قدرة الاستيعابية للتوزيع. خلينا عن التوزيع. أنا أحكي الإنتاج. إحنا زيدنا هذه السنة طبعاً هذا جهد تراكمي ليس 25% من خلال هذا جهد تراكمي. إحنا راح نزيد هذه السنة إن شاء الله إذا سهل من 5000 ميجاوات إضافي على المنظومة التوليدية. التارجت مالتنا كان العام وصلنا 21. الرقم مالتنا إن شاء الله هذه السنة 26000. وهذا مثل ما قلت لك حتى ما أبرز نفسي يعني رجل المهمات الصعبة وإلى آخره. لا هذا جهد تراكمي مع الوزير طق بطق. إحنا دائما من يجي السادس والسابع والثامن الناس كل ما نحضر بقوارة. صحيح. لأنه لو أنتوا تطلنا كهرباء لو نهد تحكي لي على 21. 21 تموز حزيران آب ظلات يزيدن ينقصن وما أريد نتعاتب بتموز خشن معالي الوزير. أشكرك. إن شاء الله راح يزيد الطاقة. قبل شوي يعني أوضح لي جنابك بجهود الإخوان الموجودين في وزارة الكهرباء زيدنا الطاقة راح نوصل إلى 25. طموحنا نوصل إلى أكثر من هذا. طبعاً بذلنا جهد كبير جداً في ظل الشحة المالية. لعلم جنابك العام إحنا ما استلمنا أي شيء من الحكومة العراقية للموازنة التشغيلية. في نهاية السنة استلمنا فقط بحدود 126 مليون دولار. العام ما استلمت ولا دولار. بشهر 12 دعم من السيد وزير التخطيط وفرنا مبلغ من المال. تدري هاي المحطات تحتاج إلى صيانة. غير عندكم رقم بالموازنة ليش ما يعطوكم؟ العام كان الموازنة المخصص أو المقترح من الحكومة العراقية للبرلمان 22 تريليون. في البرلمان شالوا 12 تريليون فبقى 10. ال 10 تريليون دفعنا بغاز الجانب الإيراني وشراء الطاقة من المستثمرين. فخلاص هو هذا لهذا الموازنة الاستثمارية أيضا لا شيء. ما قدرنا نبني شيء جديد وحاولنا بالتفاليس قدر الإمكان نبني شيء. الآن هذه السنة أيضا نحاول قدر الإمكان نكمل مجموعة من المشاريع. نين هاي السنة ماكو موازنة. حكومة ماكو والولد ما متفقين. واحد على 12 واحد. أنا ليش هذا سؤالي؟ أنا ما أسولف من فراغ. واحد على 12 وإحنا ما نقدر نعذر لأن بعد ما نقدر نعذركم. والريث كهرباء وإنت ما عندك فلوس. تعال حلي هاي الطلبة. صح. ترى جلالك جزء المواطن العراقي يعني يعرف أكو عندنا موازنة لإنشاء محطات جديدة. هذا يسمون موازنة استثمارية والتشغيلية تشغل هاي الوحدات الحالية وصيانتها. الاستثمارية إحنا على ذراعات العمل ما هو منجز نزل لوزارة التخطيط مشكورا مع سيد الوزير التخطيط ومشكورا مع سيد الوزير المالي يدفعون المبالغ. أما اللي تفضلت به واحد على 12 صحيح يعني استلم 11 مليار دولار أوزعه على 19 دائرة 19 شركة ومقر الوزارة والدوائر الأخرى وتعرف جنابك يعني لا شيء يخلص. احنا بالشهر الخامس حاولنا من العام أنه نحصل من الحكومة العراقية شيء بدعم من مجلس الوزراء ودولة الرئيس بالأخص حاول قدر الإمكان جهوده أنه حصلنا 500 مليار دينار وزعناه على هذه الشركات 13 شركة إنتاج ونقل للتوزيع لشراء المحولات ومعطرات فنادوم ومشاريع بسيطة سرعات فقط لهذا الصيف. أنا كنت نحتاج حد الأدنى 3 تريليون دينار لهذا الصيف. ولكن في ظل عدم إقرار الموازنة وعدم تشكيل حكومة جديدة وعدم وجود رؤية مستقبلية إحنا هم راح نخسر. على سبيل المثال أستاذ نجم إحنا لدينا اتفاقيات مع الشركات الصينية ومع شركات سيمنز وشركات أوروبية أخرى لبناء محطات جديدة أو كومباين سايكل المحطات الحالية أو سبستيشنز محطات. الآن ما نقدر نسوي شيء لأنه ما عندنا برلمان والحكومة مخولة بتوقيع
وتوقيع أي اتفاقية دولية. حتى مات العام ما عندنا صلاحية إحنا نصرف أي شيء، وخسرنا سنتين كوزارة الكهرباء في ظل هذه المناكفات.